دكتور، قبل التقرير كنا بنتكلم تحديدا عن عامل التدريب، وحضرتك كنت بتتكلم يمكن اكتر عن التدريب التخصصي او المتخصص في مجالات بعينها، لكن في نقطه تحديدا انا بالنسبه لي شفت فيها طفره. طول الوقت طبعا كان عندنا متطوعين بتساعد في عمل الجمعيات الاهليه، لكن كان بيبقى خلينا نقول ايه مجهود شخصي، او ما كانش بيبقى فيه تدريب، او ما كانش بيبقى فيه تاهيل للتعامل اصلا في هذه الحالات. دلوقتي بقى بالعكس، بقى في تدريب بالفعل موجود قبل دخول الشخص او المتطوع في الخدمه فعلا. اهميه النقطه دي تحديدا ايه يا فندم، وقد ايه فرقت؟ هو حضرتك برضه معلش هرجع للموضوع خطوه برضه. يعني احنا دلوقتي انا عايز اقدم خدمه، صح كده؟ المواطن ده لازم يكون اكتف معايا، لازم يكون في تفاعل. صحيح. فهو لازم يفهم من خلال التوعيه السليمه اللي احنا برضه بنقول عليها عندنا احنا، التدريب والتعليم، علشان يعرف طبيعه المرض بتاعه ده جاله منين، عشان يقدر ان هو يتعامل معايا ما يحصلش المضاعفات، علشان امنع المرض ده او اكتشفه مبكر. اجي بقى للي هيقدم الخدمه. كويس. اللي هيقدم الخدمه بيقدم خدمه ومنتج، يعني عايز دواء مثلا، عايز حاجات تكمل الخدمه. فاللي هيقدم الخدمه لو هو مش واخد التدريب الصح والتوعيه الصح، هيبقى المنتج بتاعه مش كامل. فلازم يفهم الطبيعه. طب انا عملت خدمه دلوقتي في قافله، القصه انتهت؟ لا، زي ما حضرتك قلت دلوقتي، هيعمل ايه بعديها؟ يعني لازم حد يتابع الملف الطبي طبعا بتاعه. طبعا دي نقطة مهمة. دلوقتي التأمين الصحي الشامل الجديد، الهيئة بتعمل ملف للأسرة. صحيح. طب أنا عملت قافلة، فباخد كل الداتا اللي أنا عملتها تروح لمين؟ تأمين للملف الصحي. ده. فأصبح إن إحنا كلنا مهما كان هو مين، مستشفى جامعي، مستشفى وزارة صحة، مستشفى خاص، مستشفى يعني مجتمع مدني، كلنا مع بعض بندور حوالين المريض اللي هو قاعد في المركز، في الوسط الدايرة دي. فحياتك لو ما عملناش المنظومة صح، التوعية السليمة والتدريب السليم لمتلقي ومقدم الخدمة، هتلاقي المنتج في الآخر مش إيه، مش خارج بمنتج طبعًا. سليم. برضه حياتك أنا عايز أرجع تاني إحنا عندنا خمس أعداء المشهورين، هم الفقر والجهل والمرض، دول المشهورين. في عندنا كمان الشر. الشر. الشر والقبح. هو إيه لحضرتك؟ لو أنت ما عالجتش الفقر صح والمرض صح والجهل صح، هيتولد الشر. صح كده؟ صحيح. الكراهية ما بين الناس. أنت كده بتجفف منابع الشر، لكن أنت اديت له احتياجاته. هو دلوقتي يعني مش هيبقى البيئة الخصبة عشان حد يوجهه إلى حاجة شر. مين هو؟ حاجة داخلية، حاجة خارجية، أنت حضرتك قفلت السكة عليه. صحيح. مع التوعية والتعليم، لأن احنا عندنا القيم، يعني الشعب المصري شعب بطبيعته متدين، سواء مسلم أو مسيحي، حضرتك كلنا متدينين، شعب طيب كمان. وطيب، يعني حضرتك القيم الأخلاقية موجودة، بس بيجي عليها إيه؟ شوية صدى. صحيح. لو احنا شدنا الصدى ده وعملنا الثلاثة دول بطريقتين، شورت تيرم يعني هعمل له الاحتياجات الإغاثية، وفكر لونج تيرم يعني انت مريض خفيت ترجع وهكذا. الدايره الابعد تحديدا او الخطه بعيده المدى تحديدا هي فكره التمكين الاقتصادي. بالظبط. واعتقد التمكين الاقتصادي هو محور وركيزه اساسيه من الركائز التي يعتمد عليها دائما التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ويمكن هو الهدف الرئيسي يكون، ويكاد يكون الاوحد، مش عاوز اقول برضو الاوحد لان في اهداف اخرى، لكن هو الاسمى من بين اهداف التحالف.